الأمور راح نمشي يعني عليها سريع. بعدين أنتوا عندكم حاول أرفع لكم إياها على جوجل كلاس، بيها كل سلايد أكو بي يعني أوديبل برزنتيشن. سيناريو: إذا نبدأ بالسباينال كورد إنجري، 20 years old male in is pulled from a swimming pool. From blood pressure was 80 over 62, pulse 58, respiratory rate 28, alert, following commands, breathing is shallow, he is not moving his arms or leg. هذه السيناريو يعطينا فكرة على أنه هذا أكو spinal cord injury. When do I suspect spinal cord injury؟ يعني حتى أعرف أنه أكو يجيني كيس للطوارئ، شلون أعرف أنه هذا spinal cord injury؟ لازم أكو أمور أعرفها، اللي هي أول شيء الميكانيزم of injury، شلون صار هذه التروما. إذا unconscious patient أو conscious، لأنه الconscious راح أقدر أعرف من أنه يعني الكومبلين مالته يقدر يحرك رجله ما يتحرك، يعني هو كوبراتيف وياي. عنده ديفيسيت لو ما عنده، أقول له عندك مثلا تقدر تحرك رجلك ما تقدر تحرك رجلك، الفيلينج السنسيشن مالتك لي وين يرجع، هذا يعطيني فد يعني هنت على يعني حتى أعرف أنه سباينال كورد انجري ليفل مالته وين. عنده بين لو ما عنده بين، البين كلش مهم بالنسبة إلي حتى يعني يعني أحدد الليفل أوف تروما. حتى نعرف السباينال كورد انجري لازم نعرف شويه عن الاناتومي. كل يعني السباينال كورد انجري هي تصير نتيجه تروما للفيرتبرال كولوم، تروما للبون. احنا عندنا مثل ما تعرفون 31 فيرتبرا مقسمه على سيرفايكال على دورسال ولمبر وكوكسيجيال، ساكرال اند كوكسيجيال. السباينال ليجامنتس كلش مهم نعرف السباينال ليجامنتس حتى نعرف الاستابيليتي اوف ذا فيرتبرال كولوم. اي ديستركشن بهذني الليجامنتس اللي موجوده راح يؤدي الى انستابل سباين، واذا صار انستابل سباين راح يكون يعني ممكن انه يصير عندنا انجري بروجريسنج انجري يعني بوست تروما. يعني واحد اذا اكو انستابل سباين لازم اعرف شلون انقل المريض، لازم اعرف شلون اتعامل ويا المريض، الموفمنت مالته شلون. انا اللي جامد كلش مهمه. طب سووا ميوت المايك حتى فالسبانال ليجامنتس كلش مهمه بالستابيليتي اوف ذا vertebral column، ونفس الوقت حتى يعني تكون مهمة بالنسبة لي يعني للنيرف انجري. The spinal cord extend from the medulla oblongata above the foramen magnum إلى L1 L2. جوا L1 L2 بعد ماكو يعني cord أكو phylum terminali. هذا مقطع عرضي للفيرتبرال كولوم. المهم به انه احنا يعني الكنال الفيرتبرال كنال، اذا اي ديستركشن بهاي الفيرتبرال كنال ممكن يسوي لي سباينال كورد انجري. وطبعا تختلف يعني اذا صار ديستركشن بهاي الكنال بالسيرفايكال باللمبر بالدورسال تبعا لي يعني إلا يصير الـ destruction بالكنال أكثر من 50% يلا يعني يصير عندنا مثلاً neurological deficit. باللمبر بعد أكثر لأنه space هواية وما عندنا
فيرتبرال يعني ما عندنا كورد، عندنا روتس. بالدورسال ممكن يعني اذا ديستراكشن بالكنال كلش قليل ممكن يسوي لي ديفيسيت، لانه ما عندي سبيس. السباينال كورد هناك كلش يعني يعني يكون اكبر قياسا بالكنال. عندنا 31 pairs of the cervical of 31 pairs 8 cervical 12 dorsal 5 lumbar and 5 sacral and 1 and coccygeal. هذه شنو بدنا نحكي احنا على النيرف، بدنا نحكي على السيجمنتس. مره نحكي على يعني من نقول spinal cord injury، مره نقول spinal cord injury according to the level of the vertebral column، ومره نقول according to the segment. لانه احنا عندنا 7 cervical vertebra. نعم صوتي واضح؟ اي دكتور صوتك واضح. احنا عندنا 7 cervical vertebra بس عندنا 8 cervical segment. فالسي 8 cervical segment النيرف segment راح تصير جوا السي 7، يعني بين السي 7 والدي 1. وبعدين من ننزل شويه شويه راح يزيد الـ يعني الـ الـ يعني يزيد الفرق بالحسابات بين السيجمنت والفيرتبرا، لانه السيجمنت تنتهي بال1 ال2 بعد ما عندنا سيجمنت فيزيد الفرق. فمرات احنا مثلا اذا يصير عندنا spinal cord injury بدي 10 او بدي 12 معناها احنا بالسيجمنت اوف دي 10 هيك هكذا يعني. بس بالسيرفايكل بالسيرفايكل اول سبعه نفس الليفل، بعدين وراها يعني مثلا سي 8 صايره فوق الدي 1، الدي 1 سيجمنت صايره بين الدي 1 والدي 2 وهكذا. التراكس عندنا الكورتيكو سباينال تراكت، وعندنا سباينال ثالاميك تراكت، وعندنا الدورسال كولوم. كل وحده مسؤوله، اكو عندنا مسؤوله عن الموتور كورتيكو سباينال. فحتى اسوي لها اسسمنت يعني الميثود اوف تيستينج باي فولنتري موفمنت فولنتري ماسل كونتراكشن، اقول للمريض شيل رجلك حرك لايدك، اذا صار اذا قدر يحركها يعني obey commands معناها الكورتيكو سباينال تراكت كل شيء ما بيها. السباينال ثالاميك تراكت اللي هي بالانترولاترال اسبكت اوف ذا كورد اللي ترانسميت بين اند تمبريتشر سنسيشن، الاسسمنت مالتها باي بيني بريك واللايت تاتش. الدورسال كولوم صايره بالبوسترو ميديال اسبكت اوف ذا كورد وهي كاري ذا بوزيشن اند سنس والبروبريوسبشن، وهذه البوزيشن سنسيشن للتوز، اقول له اسوي موفمنت للبيكتو، اقول له هذه فوق هذه جوا، منها اقدر اسوي يعني اسوي اسسمنت للدورسال كولوم. فكل وحده من التراكتس اكو بيها سبيشال فانكشن وسبيشال ميثود اوف تيستينج، من عندها اعرف السايت اوف انجري وشنو النيورولوجيكال ديفيسيت اللي موجوده دي. طبعا مهم انه اني اعرف الـ يعني السنسوري ليفلز والسنسيشن، لانه من السنسيشن راح اعرف الليفل اوف ذا انجري. البلاد سبلاي كلش مهم، البلاد سبلاي بالسباينال كورد انجري، لانه عندي اذا تلاحظون هنا بالدورسال كولوم عندي يعني بس كووتر شيد زون، بس الارتري اوف ادم كويكس موجود. فاي بريشر على الدورسال كولوم، بريشر قليل على الدورسال كولوم ممكن يسوي لي اسكيميا وينتهي ب بيرمننت انجري. أه
The vertebral injury results from the trauma to the vertebral column, usually indirect, involving the forces that create violent motion to the head or the trunk. طبعاً هاي الفورسز اللي ممكن تصير بالvertebral injury ناتجة مثلاً severe flexion, extension, axial loading, destruction, shearing injury, كل واحدة من ذني ممكن يعني تصير وحدها وممكن تصير joining with other, وكل ما كانت أكثر من يعني force صارت إذا flexion وextension صار راح يصير injury أكثر, إذا loading وextension راح يصير أكثر من ما لو كانت بس يعني نوع واحدة من الفورس صايرك. طبعاً the extent and location of the bony ligamentous damage determine the injured spinal stability. مثل ما قلنا الليجامنتس إذا كانت unstable ممكن راح يكون عندي spinal cord damage أكثر. إذا صار عندي spinal cord damage راح يصير عندي compression, detraction, transection of the cord and disruption of the vascular supply. يعني إذا هذني الأربع شغلات اللي راح تسوي لي spinal cord injury, إذا صار compression راح يصير عندي injury, إذا صار traction بالvertebra راح يصير عندي injury, transection of the cord إذا كان أكو displacement of the vertebra يعني واحدة طالع لي قدام واحدة راجع لي وراء, هذا ممكن يسوي لي transection of the كورد. إذا كان أكو بريجر على الفاسكولار سبلاي أيضا ممكن يسوي لي سباينال كورد إنجري. يعني السباينال كورد إنجري أكو واي ميكانيزم ممكن تسويها, مو بس يعني واحدة منها, ممكن ذني كلهن موجودات ممكن واحدة تصير. كل ما كان أكثر موجودة من ذني الميكانيزمز كل ما كان الإنجري مور سيفير. Most of the vertebral column injury either single or level or limited number of contiguous vertebra. طبعا كل ما كان إذا كان أكثر من level, طبعا دائما ال spinal cord injury إذا كان أكثر من level injury تكون يعني احنا نسميها contiguous, يعني وحده بصف الثانيه. اذا صار مثلا يعني مثلا L1 وL2 فراكتشر نسميها contiguous vertebra. بس اذا كانت non contiguous مثلا بالسيرفايكال اكو انجري وباللمبر اكو انجري وحده بعيده عن اللخ, فهذا انديكيت مور سيفير انجري. وسمتايمز اكو عندنا سباينال كورد انجري without vertebral injury. احنا هذه هاي SCIWORA spinal cord injury without radiological abnormality. نسوي للمريض يعني نسوي له مثلا X-ray, نسوي له MRI, نشوفه normal كل شيء ماكو, بس هو عنده spinal cord injury. هذا اللي هو spinal cord injury without radiological abnormality شوين يصير؟ بالpre-existing narrow spinal canal بالdegenerative changes, يعني بالold age أكو عدة degenerative changes, بال may occur in children due to flexibility of their spinal column. يعني بالextreme of age بالأطفال وبالكبار ممكن يصير عندنا spinal cord injury without radiological abnormality. نسوي يعني radiological assessment كل شيء ما نلقي, بس هو المريض عنده spinal cord injury. ليش؟ لأنه هذه أكو عندنا spinal يعني narrow spine canal مثل ما قلت لكم, ممكن يكون أكو vascular injury وهذا vascular injury ما راح يبين عندي يعني بالMRI, بين كورد طبيعي وماكو ماكو مثلا disalignment of the حتى vertebral column, بس هو المريض عنده neurologically هو spinal cord injury. إذا نجي على cervical cervical injury is the most vulnerable trauma than the other area of the spinal canal. ليش؟ لأنه relatively poor mechanical stability. تعرفون ال cervical بها full range of movement, فلهذا تكون أكثر عرضة لأنه يصير بها trauma. About 52% of the spinal cord injuries, about 40% incidence damage to the cord when the spinal injury occur at this level. طبعا
واذا صارت سيرفايكال انجري يعني هي فيري سيريس، اذا صارت بالابر سيرفايكال انجري فدائما هي تكون يعني affect the life of the patient. فلهذا احنا بالاي تي ال اس دائما نخلي سي سباين نخليها ويا بالاي، يعني بالاي بي سي دي اي السي سباين ويا الاي ويا الايرواي، لانه ممكن اذا صار upper cervical injury معناها ممكن affect the life. بس احنا اذا صار وكل اللي يعني المرضى اللي معظم المرضى اللي يعيشون cervical injury severe cervical injury هو low cervical injury مو هاي. طبعا السي 1 والسي 2 rarely associated with neurological deficit. ليش؟ لانه هذه يعني السيرفايكال كانال تكون كلش وايد، فالا يكون الانجري مور ذان 50% بهذا الليفل، يعني 50% of the cervical canal affected يلا يكون يعني associated with neurological deficit. واذا وصل المريض هيجي مرحله انه اكثر من 50% بالابر سيرفايكال انجري سي 1 وسي 2، اذا وصل اذا اكثر من 50% فهذا راح يكون يعني افكت ذا لايف، وهذا يحتاج يعني emergency intervention وانتوبيشن. الثوراسيك انجري الريب كيج بروفايد ذا تي 1 ثرو تي 10 سباين وذ جريت ستابيليتي. اكثر يعني الفيرتبرال كانال اللي هي ستيبل هي الثوراسيك، لانه عندنا الثوراسيك كيج والريبس هي يعني تعطي مور ستابيليتي. المسلز هناك بالمنطقه الدورسال بيج مسلز فاكثر ستابيليتي. فلهذا الا من يكون اكو دورسال انجري معناها this is it's a severe injury بحيث affect the يعني سواء injury بالدورسال سباين. لكن هذا الانجري اذا صار سيفير اذا صار عندنا سيرفايكال دورسال انجري ف راح دائما يعني اكو عندنا ديفيسيت. معظم الثوراسيك انجري اسوشيتد وذ نيورولوجيكال ديفيسيت، لانه حتى يصير هذا الانجري نحتاج في سيفير و في جريد فورس، لانه هاي منطقه ستيبل. طبعا الدورسال انجري هو less common than the cervical injury، مثل ما قلنا it is more likely to be complete. مثل ما قلنا ليش these findings are probably due to يعني بالdorsal injury the magnitude of force required to injure the thoracic spine تكون high magnitude of force a small size of the vertebral foramen قياسا بالسيرفايكال، تكون الكنال الفيرتبرال كنال بالدورسال الدورسال ريجن تكون كلش يعني نرو قياسا بالكورد. فلهذا سمول يعني سمول ديستركشن اللي هو لازم يكون سيفير يلا يسوي لي دامج للكورد ويسوي لي سباينال كورد انجري. A small size of the vertebral foramen, relatively poor vascular supply. فمرات pressure قليل يعني فيصير يصير ischemia بهاي المنطقة فممكن تسوي لي spinal cord injury. فبالdorsal area يكون الانجري يكون severe إذا minimum destruction. بس هذا minimum destruction ما يصير إلا إذا كان في severe فورس، لأنه المنطقة هذه ستيبل. طبعاً ممكن يصير باي دايركت انجري يعني دورسال انجري، ممكن يعني أكثر شيء يصير بذا جون شوت أو مثلاً دايركت بنتريتينج تروما من الفول فروم هايت، كل هذني ممكن يسوي لي دورسال انجري. The most common site of injury هو بالثوراكو لامبر سباين.
دائما الكيسات اللي نشوفها اكثر شيء نشوف بالتي 12 L1 جنكشن، لانه هذه هي الترانزيشنال اريا بين الدورسر اللي هو ستيبل واللمبر اللي هو ليس ستيبل، يعني مور فلكسبل اللمبر سباين. الموفمنت هذه اللي هو الروتيشن وكذا كلها باللمبر سباين. اللمبر انجري، The lumbar region is of intermediate stability. مثل ما قلنا اللمبر هو أقل stability من الـ من الـ من الدورسال area. هو more flexible than the thoracic but less than the cervical spine. أكثر واحد unstable هو cervical spine. اللمبر supported by strong paraspinal and abdominal musculature. بس ماكو ribs مثل الدورسال. Common causes of injury are falls, traffic injuries, gunshot, direct impact. وأيضا هو mostly يصير بالثوراكو lumbar region. Usually the neurological damage is incomplete. Why it is incomplete with lumbar? لأنه good vascular supply. عندنا large vertebral foramen. الكنال كلش كبيرة. وهناك بعد ما عندنا cord فعندنا roots. فلهذا الثيكال ساك تكون فلكسبل، ممكن يعني الكومبريشن ما يؤدي الى تروما، ادى كومبليت تروما. فدائما يجون ابو مثلا اللي عنده لمبر انجري عنده انكومبليت سبينال كورد انجري، عنده مثلا ويكنس بارشال ويكنس مثلا وحده من اللور لينس، عنده مثلا بس فوت دروب، عنده مثلا سيفير باراستيزيا وهكذا. هذه الصورة اللي أمامنا خالاني شنو يعني تشوفون أكل هذا أول ما نستلم البيشنت دائما لازم نخلي كولر، لأنه مثل ما قلنا بالبداية سي سباين هي ويا الأيرواي. يعني أنا إذا ما خليت له أول ما استلم المريض، وهذه الصورة ولو مو كلش مبينة بس هذه بالسين بالسايت أوف the trauma. إذا ما خليت له side of trauma اللي هو مريض بعد اللي هستقدر أسوي له assessment، ما خليت له color ممكن induce more injury، لأنه cervical affect the إذا أكو عنده C1 C2 incomplete راح أسوي complete. فلازم أخلي ال color وبعدين يلا أبدي أسوي assessment وأشوف يا level of injury شنو اللي عنده، عنده motor deficit، عنده sensory deficit، ممكن هذا البين ستيميليشن حتى يعني اشوف الليفل اوف كونشسنس، يعني اسوي اسسمنت للجلاسكو كوما سكور. الموتور جريدنج كلش مهم عندي، كلش مهم الموتور جريدنج حتى يعني اسس دي ليفل اوف انجري، ويبدي من الزيرو. احنا بعد عندنا 10 دقائق اعتقد، شوي راح امشي اسرع. يبدي عندنا من التوتال باراليسز الى النورمال سترينث، ويتدرج هذا الموتور الجريدنج. تترابليجيا وبارابليجيا. تترابليجيا يعني عندي اكو ابر ليفل انجري، دائما اذا ابوف دي 6 ابوف دي العفو دي 1 فهذا يكون عندي تترابليجيا، يعني فور ليمبس ويكنس. إذا أقول كوادريبليجيا أو تترابليجيا هي كل الليمس تكون بها ويكنس. البارابليجيا هي lower limb ويكنس. إذا أقول تتراباريسيز اللي هي يعني ويكنس وبس incomplete ويكنس. باراباريسيز هي partial ويكنس مو complete ويكنس. الcomplete versus incomplete lesion. من أحكي على الcomplete على إن على ال أو incomplete أحكي على أقصد ال motor injury والsensory injury. مرة إذا أكو الموتور affected والsensation affected والمريض يعني ما يقدر يحرك رجله ولا يحس بال pain والtemperature والposition فهذا complete. إذا لا عنده sensation
بس ما عنده موتور، فهذا اسميه incomplete injury. How do I identify and treat neurological and spinal shock؟ هنا أنا يعني احنا شوي راح امشي عليها سريع، تعريفها موجوده، شنو الفرق بين neurological shock عن spinal shock، موجوده تعريفها بس شوي راح نمشي سريع لانه اعتقد الوقت قارب على الانتهاء. Spinal cord injury may affect the other organ system. يعني ممكن يسوي لي hypoventilation إذا كانت ال intercostal muscles affecting. ممكن يسوي لي يعني يقلل pressure عندي بال spinal shock. هذني إذا صار affection of other organ system معناها ال injury وال spinal cord injury it is more severe. ومو بس هذا، كل ما مرات affection of other organ يعني indicate the level of the injury. فال affection of other organ system ما تعني لي هو severity of injury، وتعني لي هو level of injury. When do I suspect spine injury؟ Spinal cord injury can be classified according to the level. مرة أقول هذا ال level، يعني واحد يجي يسألني من أنا بالطوارئ، يجيني مريض استقبله يسألوني هذا شنو عنده، أقول spinal cord injury من level مالته D10. من أقول D10 معناها السنسري level مالته أو السيجمنت، فالليفل اوف انجري مالته D10. severity of a neurological deficit أقول complete أو incomplete، هذا يعني لي severity. هذه classification of the spinal cord injury. مثلا أقول عند complete spinal cord complete injury D10 معناها level D10 وجواها وcomplete cut. إذا أكو عنده يعني مرة أسوي classification according to the spinal cord syndrome، راح تجينا بعدين الجواب، أو according to the morphological features هم راح تجينا بعدين. فعندي level مثل ما قلنا، نحكي على segment مرة، ومرة نحكي على ال vertebral level. أقول the vertebra 10 بس segment ما تد D9. segment شلون أسوي لها assessment لل vertebral segment أو spinal segment؟ بالsensation وبالموتر. ال vertebral column level هذا طبعا radiologically I can assess the level. هذه حكيناها، قلنا إذا كان الليجن above D1 segment فراح يكون quadri plegia، إذا below D1 راح يكون paraplegia، يعني بس lower limbs affected. severity of injury أكو complete incomplete paraplegia وأكو complete paraplegia، incomplete quadriplegia وcomplete quadriplegia، وكل واحدة قلنا الكوادري معناها D1 above D1 والبارا below D1 إذا كانت complete، ومرات تكون complete ومرات incomplete، وهذا يعتمد على الكلاسيفيكيشن. هذا اللي عندنا دكتور حبيبي، إذا خلص وقت مال الميتينج نرجع ندخل عليه وتخلص المحاضرة. اي اسوي يعني ممكن نسوي نكمل ميتينج، ارجع اسوي لكم انفيتيشن مره ثانيه. اوكي اذا ما كملنا يعني. عندنا عندكم محاضرة وراها، يعني اكو عندكم شيء وراها؟ لا ما عندكم دكتور. بالعشرة ونص سدوا عندنا محاضرة. العشرة ونص يلا ان شاء الله نكمل احنا. Central cord syndrome characterized by display disproportion of the greater loss of the motor strength in the upper extremities than in the lower extremities. هذه يعني
احنا دا نحكي هسه من نقول سنترال كورت سندروم دا نحكي على السباينال سيجمنت، صراحة تجينا الصور صورة وراها، معناها السنتر اوف ذا فيرتبرال سيجمنت اللي كانت بالبداية شفناها بالصورة موجودة بالبداية، فالسنتر مالتها هو يكون افكتد. هذه دائما الكوز اوف سنترال كورت سيجمنت هو يكون بسبب فاسكولار انجري. مساكوا هاي وراها موجودة الصورة. هذا هو السنترال كورد سيجمنت. أني يعني سيجمنت افكتد يعني مذني السباينال ثلاميك تراكت والكورتيكوسباينال تراكت، اللي أي واحدة منهن تكون افكتد بالسنترال كورد سيندروم راح يكون يعني يعني الفايندينجز او نيورولوجيكال فايندينجز تعتمد عليها. ف لانه هذه تشوفون هنا هذه وين البين والتمبرتشر، وين موجود البروبريوسبشن. ف بالسنترال كورد سيندروم هنا راح نرجع للسلايد اللي قبلها. فالسنترال كورد سيندروم ممكن الارمز اند هاندز ار ذا موست سيفيرلي افكتد. السنترال كورد ممكن تكون ويذ اور وذاوت سيرفايكال سباين فراكتشر اور ديسلوكيشن. ليش؟ لانه احنا قلنا هذه تكون يعني فاسكولار انجري. براون سي كارد سيندروم اللي هو هيمي سكشن اوف ذا سباينال كورد. طبعا هذا الهيمي سكشن اوف ذا سباينال كورد هو فشي رير، بس ممكن يصير اذا صار عندنا دايركت تروما. بالبراون سي كارد سيندروم او الهيمي سكشن يصير انكومبليت ليجن. ليش؟ لانه هو يعني هيمي سكشن، راح يصير عندي لوس اوف موتور اند بروبريوسبشن ات ذا سايت اوف ذا ليجن. مكان اللي يصير بيه الانجري راح يصير اكو loss of motor and proprioception. فيصير loss of pin and prick, pin prick sensation with temperature on the other side of the lesion. At the level of the lesion, the skin is anesthesia. يعني المريض اللي عنده براون سي كارد عنده anesthesia بالlevel of injury. وعنده loss of motor at the same proprioception بالsame side of the injury. وعنده loss of pin prick and temperature sensation بي الاذر سايد اوف ذا انجري. وجوه الليجن راح يكون عندي اسباستيسيتي. هذا هو البراون سي كارد سيندروم. شوفون اللي هو الهامي سكشن اوف ذا كارد. طبعا waiting بالانتيريور كورد سيندروم. الانتيريور كورد هو اللي يكون افكتد، فلهذا يكون عندنا البروبريوسبشن والفايبريشن سنس والديب تاتش والديسكريميناتيف تاتش يكون preserved، لأنه الانتيريور كورد هو اللي affected. وشنو اللي يكون شنو اللي يروح عندي voluntary motor control pain temperature and touch، كل هذني تروح عندي، بس ال proprioception وال vibratory sense وال deep touch وال discriminative touch هي تكون يعني preserved. وهذا الانتيريور كورد سيندروم ايضا يكون بسبب
يعني vascular injury. هذا الفاسكولار انجري ممكن يصير باي بريشر، باي فليكشن، اكستنشن، باي فورس. ودائما الفاسكولار انجري يكون يعني معظمه يكون الريفرسبل. اكو عندنا فد شيء اسمه كونس مادولاريس، واكو بعد قد عندكم 10 دقائق محاضره، يلا بعد 5 دقائق يعني ننهي المحاضره حتى تلحقون تدخلون على. عندنا كونس مادولاريس وعندنا كونا اكواينا سيندروم. الكونس مادولاريس دامج تو ذا ساكرال اند لمبر نيرف روت within the spinal cord mostly with the conus medullaris syndrome exhibit flaccid paralysis of the lower limb reflexes bowel and bladder where retention some retain sacral reflexes. الكودا اكواينا injury بالكودا اكواينا region همين lumbar و sacral nerve root within the spinal canal و caudal to the spinal cord. people with spinal with coda equina injury همين plastic paralysis lower extremity and have reflexes bowel and bladder. ودائما lower extremity تكون reflexia. دائما lower motor neuron يعني اللي هو below the lumbar region below the conus medullaris تكون reflexia، يعني دائما reflexes inhibit. الأبر موتور نيورون يكون هايبر رفلكسيا. بلانت كاروتيد اند فيرتبرال فاسكولار انجري هذا فشي كلش يعني سيريس، يصير بالسي 1 سي 3 فراكتشر بالسيرفايكال سباين فراكتشر وذ سبلكسيشن وفراكتشر انفولفينج ذا فورامن ترانسفيرس. ممكن يسوي لي كاروتيد بلانت كاروتيد اند فيرتبرال فاسكولار انجري. اذا نشوف هذا الانجيو AP lateral نشوف السايت اوف ذا انجري موجود. How do I treat patient with spinal cord injury and limit secondary injury؟ هذا هو اللي يعني خلينا نقول هذا اهم شيء بالمحاضره بالنسبه لنا احنا بعدين راح نروح بالطوارئ. اهم شيء spinal cord injury immobilization. Immobilization كلش مهم. الاي في فلويد بحساب ايضا مهم لانه المريض يكون شوكت. ميديكيشنز والترانسفير. الترانسفير الصحيح هو راح يعني ممكن يقلل لي المور انجري. اذا تشوفون هاي الصور اللي موجوده ظاهره امامنا الصوره هذه موجوده، هذه الاموبيلايزيشن خليه على يعني سوليد بورد واسوي له immobilize يعني اسوي فيكسيشن للاكستريميتيز. انا خاله كولر سيرفايكال كولر والدورسر واللمبر اريا كلها يعني اسوي له فيكسيشن حتى بال يعني كومبليت immobilization، لانه اي immobilization ممكن اسوي مور انديوس انجري. هوايه هذه من هوايه من المرضى اللي كانوا يجيبون اياهم بالتفجيرات بالحوادث، يعني يعطي هستر المريض انه كان مثلا يحرك رجليناته او يحرك كان رجله او كان يحس بيها ورا الحادث، بس من يجي للمستشفى يوصل صار عنده كومبليت انجري. وهذه موست بروبلي لانه النقل مالته كان مو صحيح. اذا ملاحقين او شايفين مرات حتى يجيبون المرضى خاليهم بالبودي مال البيك اب او خاليه مثلا بعربانه او يشيلوه مثلا يقابلون عليه 3-4 يشيلوه. وهذا اذا كان عنده انكمبليت انجري راح يكون صار عنده كومبليت انجري. فاستابلايز ذا بيشنت اند ابلاي نيسيسري سبلنت باك بورد سيمي ريجيد سيرفايكال كولار. و we should remember the cervical spine injury above C6 can result in partial or total loss of respiratory function. The upper cervical injury is C1, C2 وهذا ممكن يأثر لي على the phrenic nerve ويكون الدايفرام يعني بعد not functioning فالمريض يجي عنده respiratory problem وما قد يحتاج an intubation. The IV fluid if active hemorrhage
is not detected or suspected, persistent hypotension should raise the suspicion of neurogenic shock. Patients with hypovolemic shock usually have tachycardia, and those with neurologic shock classically have a bradycardia. Transfer, أهم شيء بالترانسفير إنه أنا أعرف وين راح أوديه وأوديه للمكان اللي بي يعني spinal care. وقبل ما أنقل المريض لازم أسوي فون كول وأقولهم ممكن تستقبلون هذا المريض، أكو إلى بيد، يقولوا لي جيبه، يلا أجيبه. ولازم دائما المريض من أنقله يكون stable، يعني مو مريض انشوك او مثلا الايروين مات تكون يعني انستيبل بريثنج وانقله بس اشفته للمريض الى مكان ثاني، لازم يكون ستيبل يلا ينقل. هذه يعني صور على يعني سباينال كورد سيرفايكال انجري، وهذه الصورة اللي على يمين الشاشة أكو أكسيبيتو أتلانتو ديسلوكيشن، فهذه نوع من الفيكسيشن، إحنا نسوي فيكسيشن للسيرفايكال وكرانيو سيرفايكال فيكسيشن. هاي الصورة الثانية هذه ريل بيشنت عندنا كان عنده سي فور فراكتشر أفتر تروما، وإحنا سوينا له كوربكتومي، أخذنا بون من الهب وشلنا هذه السي فور فراكتشر، وخرنا البرجر وسوينا فيكسيشن بليت فيكسيشن. اذا تشوفوها ما اعرف واضحه او لا، اني كويستشن جزء هسه انتم ما عندكم يعني وقت، انا راح اخلي الايميل مالتي موجود وجزء عندكم موجود، اي سؤال حتى يعني ممكن نتواصل، اخلي لكم رقم التليفون، اي سؤال اي استفسار عن المحاضره انا حاضر. شكرا جزيلا. اكو اي سؤال عندكم يعني اذا عندكم وقت بعد انا حاضر. ممكن ينتج